احنا بسم الله الرحمن الرحيم، خليني هنا نتوقف قدام اللي عرضه السيد رئيس هيئة قناة السويس للمشروع اللي بيتم تنفيذه حاليا. وانا الحقيقة بتكلم فيه عشان حاجتين. الحاجة الاولانية هو ان دايما احنا كمصريين وكمفكرين ومثقفين واعلاميين ومعنيين بمستقبل مصر واستقرارها، افتكروا كويس قوي لما 2014 تقريبا من نفس المكان ده اطلقنا، او من القاعة اللي كانت موجودة اطلقنا حفر القناة الجديدة اللي احنا افتتحناها في اغسطس 2015، وحصل نقاش كتير وجدال كتير. هل ده المشروع ده كان مهم ان احنا نعمله؟ وهل الدولة كانت محتاجة انها تعمل ازدواج للقناة ولا لا؟ طب انا هقول لكم، احنا ساعتها تقريبا بنتكلم في حوالي 68 مليار جنيه اذا كنت انا فاكر، تمام مش كده؟ اللي هو حصل فيهم اكتتاب للمصريين ونزلوا في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير كان المبلغ ده موجود معانا، وده اللي تم بيه يعني توفير التمويل اللازم للجزء ده. طيب وحصل كلام كتير في الوقت دوت، وتقال يا ترى ده مطلوب يتعمل ولا مش مطلوب، الدولة بتعمل ايه، وتشكيك. وانا بذكر دي عشان الفرصة للي عايز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة وخفض روح معنوية شعبها. المثال قدامكم وواضح، مش محتاج ان احنا نفكر فيه كتير. انت بتتكلم في كان تقريبا داخلنا 4.85 مش كده؟ تمام يا فندم، بالكتير يعني. تمام. قبل القناة. تمام. النهارده احنا بنتكلم في 5.5 و6 و7 ولسه لو انتوا جبتوا الرقم اللي اتدفع في الوقت دوت في عمل التوسعة ديت، هتجدوا ان الرقم ده احنا خدنا اكتر منه خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. توافقني سيادة فريق وسام؟ تمام يا فندم طبعا. انا بقول الكلام ده لمين؟ بقول الكلام ده لينا احنا كاعلاميين عايزين تتكلموا على البلد وتتكلموا على اللي حد يروح يطلق موضوع يشكككم في اجراء، وكان الدوله دي ما بتفكرش وما بتدرسش وبتشتغل بشكل عشوائي واكنها مش عارفه حاجه في الدنيا وهم اللي عارفين. لا طبعا. وانا بقول الكلام ده عشان ده مهم يتقال دلوقتي. طب دلوقتي احنا لما جينا نعمل الشق الثاني دول، خدنا عملنا اكتتاب يا دكتور مصطفى، مين اللي بيعمل المشروع؟ هيئة قناة السويس. هيئة قناة السويس يعني الدولة. وده مش معناه ان احنا يعني مش عايزين الناس تساهم ولا حاجة، لا، لكن عايز اقول ان الدولة لما عملت ده بقى ليها دخل، الدخل ده ابتدى يتطور وبيستخدم في تطوير القناة لصالح ان هو ان احنا نحافظ على اي معدل حركة مهما حصل، نحافظ على 11 ساعة. انا بقول كلام مظبوط؟ تمام. كلام مظبوط. يبقى النهاردة بقول ان انا حتى لو عدد السفن العابرة سواء من الشمال للجنوب او في الاثنين بيمروا في توقيت واحد، انا اللي بعمله دلوقتي بيديني قدرة على استيعاب التطور في حركة التجارة وفي زيادة اعداد السفن، وايضا التطور اللي بيتعمل في حجم وعمق السفن، مش كده برضه؟ تمام يا فندم. انا بقول الكلام ده لينا ليه دلوقتي واحنا وقطعت على الفريق اسامه؟ ما هو الكلام اللي بيقوله هو بيشرح الموضوع، لكن اللي احنا يهمنا واحنا بنشرح الموضوع نتكلم على الحاله اللي بتتعمل معاكم يا مصريين. هم دايما واخدينكم في حته واحنا باين علينا مش عارفين ندافع عن نفسنا كويس. باين علينا ايه؟ مش عارفين ندافع كويس. مش عارفين. اللي بيتكلم في الموضوع مش حضرتك عشان بس ما اقصدش. انا بتكلم علينا كلنا. تمام. ان احنا نقعد نجيب موضوع ونجيب التعليقات اللي اتعملت عنه. لما يقول لك ايه ده مش عارف يعني التعبيرات طلعت كده، ده مش عارف ايه، مش عايز اقول التعبير اللي اتقال ما يصحش، لكن على المشروع ساعتها. طب ما تجيبوا الكلام ده وتطلعوا اللي اتقال في جرايد المناوئه واللي اتقال في الاعلام المناوئ
واللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي واتكلموا عليه، قولوا ده مثال حي لازاي هم عايزين يأثروا عليكم، ازاي هم عايزين يخوفوكم يأسوكم. طب احنا في بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لانها لقيت فرصة بس ان انا اقول لكم ان كل بالمناسبة كل موضوع بنتكلم فيه ليه خلفية وليه ناس بتتكلم عليه في على مواقع التواصل وعلى الاعلام، ولما نيجي ندافع عنه ندافع عنه مش صح. اللي بيدافع عنه يجيب اللي اتقال، اللي اتقال علينا وتحطه قدام مننا على التلفزيون هنا نشوفه او على الشاشة هنا نشوفه، وده اللي اتقال لنا وده اللي احنا فيه، ده اللي اتقال علينا وده اللي احنا فيه. ده مش عشان ليا او للمسؤولين اللي موجودين، لا لا، ده عشان الناس في مصر، عشان الانسان المصري البسيط اللي من الشارع يفهم ان هو مستهدف، مستهدف ان هو يأسوه يخوفوه يضعفوه، لان هم ما عندهمش حاجة تانية غير كده، ما عندهمش حاجة غير التشكيك والإساءة وسوء ال، ومعلومة صغيرة ممكن تكون صحيحة ويحط جنب منها أكاذيب كثيرة. أنا قطعتك بس أنا آسف يعني يا فندم، عشان اللي بيتعمل ده النهاردة، طب ده حركة المفروض إن في ركود عالمي بقى، طب إزاي النهاردة ركود عالمي والسنة اللي فاتت ومع كورونا ولا ده ودلوقتي حجم الدخل كده؟ لأن في اعتبارات أخرى بتدرس في هنا، كيان جوه الهيئة بيدرس كل شيء بما فيه الرسوم اللي بتتحط والواقع العالمي وحركة التجارة، ومش بس كده، وتكلفة النقل عشان في الآخر يقول إيه رسومنا كذا كذا. تاني بقول اللي بيعمل المشروع ده هي قناة السويس، يعني المليارات اللي بتصرف منين دلوقتي؟ الدولة. من دخل قناة السويس. طب هو بيدي لوزارة المالية المستحقات بتاعتها دكتور معيد؟ وزيادة حبة، صح كده؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ اعترف يا أخي، اعترف، حاجة صعبة جدا. الدكتور معيد مهما تديله ما فيش فايدة، ياخد ما بيه، يعني أقصد أقول، اتفضل يا دكتور معيد. أقصد أقول يعني كل الكلام ده هيئة قناة السويس، وأنا بقول الكلام ده عشان في يوم جميل زي ده نشكر الهيئة ونشكر القائمين عليها والعاملين، وبنقول لكم إن مصر بتشكركم ومقدرة اللي أنتم بتعملوه، وأوعوا تسمعوا كلام حد يسألكم، ما تصدقوش. طب تصدقونا إحنا بس؟ لا طبعًا، مش هنقول بالمطلق صدقونا، لكن إحنا بنحاول نكون أمناء مع المصريين في كل شيء. طب نخبي عليكم ليه؟ أي حاجة بتتعمل بتتعمل بدراسات، بتتعمل مش احنا قاعدين ناس قاعدة مع بعضها كده، لا دي مكاتب عالمية، ولا أنا بقول كلام طبعا تمام. كل شيء بيدرس عشان ناخد قرار نصرف على مقتضاه مليارات الجنيهات والدولارات عشان حاجة زي كده، لكن النتيجة ايه؟ طب انت النهاردة لو انت خمسة وسبعة، الاتنين مليار اللي هم جم بس السنة اللي فاتت كده تمام يا فندم بكام؟ بخمسة وتلاتين سبعة وتلاتين مليار جنيه، يعني مش كده؟ غير اللي قبله ولا قبله. انا اسف اني قطعتك يعني، بس كان مهم ان احنا نقول الكلام ده للمصريين ونقوله للاعلام، انك انت في كل مسألة من المسائل اللي تم تشكيك فيها لمصر اوعى تتكلم على انك انت ايه مصر كويسه، لا 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 لا، هات اللي قالوه كله، هاتوا اللي قالوه كله وطلعوه وضحكونا على اللي قالوه، مش بيجيبوا صور وبيجيبوا كاريكاتير وكلام من هذا القبيل. مالكم خايفين تجيبوا الكلام ليه؟ ما تقولوا قالوا علينا وقالوا علينا وقالوا علينا، واحنا كمان بنرد عليهم بالواقع بالحقائق. اتفضل. شكرا يا فندم.